وضع الشاب علي جمال يونس اللمسات الأخيرة على تصميم وإنجاز وتطوير روبوت دفاعي تكتيكي يستعمل للأغراض العسكرية ويتيح لمستخدميه التخفيف من الخسائر البشرية في أي عمل دفاعي أو هجومي. إنجاز يونس البالغ 20 عاما والذي يدرس طب الأسنان يخدم تطوير القدرة التكتيكية في النشاطات العسكرية للجيش اللبناني إذا ما أراد الإفادة من قدراته العلمية. معمول لينفذ مهمة الجندي لما تكون المهمة بتعرض حياة الجندي لخطر. هو مؤلف من منظومتين، أول شيء منظومة الجارد General Use Autonomous Robotic Defense، وهي روبوت بيقدر يحدد أهداف تلقائيا ويتصدى لها، وبنفس الوقت بيقدر الجندي يتحكم في من جوات الآلية. فهاب بنحط الجارد على مليلة أو على دبابة أو على منشأة عسكرية، عبارة عن جهاز بقلبه الكوماند ترانسيفر اللي بيستجيب وبيبعت أوامر، وبنفس الوقت في بقلبه الفيديو ريسيفر ليشوف الجندي شو الدبابة عم بتشوف. ويتم التحكم بالروبوت بواسطة الجهاز المحمول والكمبيوتر، وهو عبارة عن منظومة أسلحة دفاعية، مدفع رشاش وفوهات لإطلاق القذائف، وبإمكانه تعطيل العبوات والألغام أو تفجيرها، ومزود بمنظار ليلي وكاميرا لملاحقة الهدف الحي أو الآليات.